وهدفين. عنتر الجاموني بتسديده راسيه، شوفوا الاعاده مش بنفس المكان، تتنفذ المخالفه راسيه كادت غلط ايمن دحمان ثم جرى الاعاده، الاعاده في القام الثاني راسيه ترجع من ايمن دحمان غلطته كانت تقريبا، ثم شاشيه باليسار سدد في شباك خاليه تقريبا جاب هدف التعادل. كل شيء ممكن في كرة القدم، شفنا سامي سايد على ميدانية كاملة للسي اس اس، ثم جاء هدف نجاح. الجزائري طيب يرتكب الأخطاء وتوجيه الحلول، بالنسبة لمنتخبنا الوطني اللاعب طيب مردود كبير منذ دخوله، هذا كرماني لعب نجم الفيفي، هذه كور خطيرة للنجم، خطيرة ممتازة الحارس ممتازة. في كل مباراة قاعدين نشاهدوا من لاعب اثنين ثلاثة يلعبوا في المقابلات الأساسية، يلعبوا في الفرش الجرماني، ضرب الساق اليسرى والتصدي، المتابعة من فرش الجرماني، جرماني دخل مكان إيهاب المساكني، عنده الكورة بنشوف هنا نجم الساحلي فرش الجرماني، ماذا يقول الحكم المصري؟ المقاتلة فريق الإنتر الرياضي لحظات بداية جيدة بداية مرحلة الرياضية من كوكو، ثم القيرماني المحاولة، ثم العنف من فرج القيرماني في ثالث مباراة مع نادي حمام العنف، والتسويبة كانت عليها كرات وكانت حوارات بالتقريبة من مناطق أنجع في تغطية على صعود رياس الشدي اللاعب السابق لشبيبة القبائل القيرماني في وسط ميدان نادي حمام الأنف يحافظ على الكرة، كان تمهيد من سالم عبلو مسامبا من جديد الكرة لمحمد من دفاع نادي حمام الأنف، ثم القيرماني كرة في الرواق في رأس السكوحي، القيرماني يحافظ على الكرة الأخيرة المتابعة من فادي بن شوق مباشرة في رأس التراجية يحاول يبعد عن ياسر الشافعي، القيرماني دافيد مسامبا، ثم رجع وقت تلك الكرة هذا مكلا الإفريقي يصبح بسلامة دفاعية، هذه كرة مع الهرم، هذه كرة لفرج الترباني متوسط الميدان يرجع لتركيز مصر، الكرة الثانية لفرج الترباني الهرم قادم في منطقة الإعارة إلى النجم الرياضي الساحلي في رأس السكوح، مصر ترجع من جديد للنادي الإفريقي وتدخل ف العجمة للنادي الرياضي لحمران يوسف العايشي إلى فرج الترباني. تصدى هاي الإعادة، كيف بيت اليختي في الكرة الأخيرة، ساعة القدري الفوز، يخرج الكرة من مناطق النادي الرياضي حملم في بداية هجوم من رئيس النادي حملم في رأس السكوحي، في رأس السكوحي يتوغل في رأس السكوحي الصالحي، عديب الحاج، مالك جبال، مالك الدوكالي وعنتر مربع وتوفيق العشنقي هو مراقب اللقاء، هذه عملية رئيس النادي حملم داخل مناطق جزاء الاتحاد مناسير بتسديده ضعيفه، بشير بن سعيد مشجع برمي التماس هناك عدى الكره لكن الهجوم من التمرير مكان الكره وتقريبا شد كده في محور الدفاع نجم نادي الساحلي ترجع لصالح نادي حمام الانف، تجد تسديده من امين بن عمر 38 لاعب، هتلاحظوا منكم على الصوره فرج القيرماني قائد فريق نادي حمام الانف، والاعاده ثم مخالفه مرتكبه على لاعب حمام الانف
جونزاليز مع بيت جون جونزاليز في مناسبتين يسير شيء قوي في رأس العرض في رأس الذي قام في هذه المباراة في غياب حمزة الباهي طبعا خرج القائمة للنادي الذي لحم الأنف وهذه عادة للمخالفة لفرج القيرماني في الحوار الأخير يربح الذي زغط منذ البداية عارف الشبيبة أنه لازم يسجل منذ البداية كذلك نادي حمام الأنف عارف على شنو قادم وكذلك حمام الأنف نسيم شاشية كرة بين لاعبين تفخر الهود جاهد بالنسبة للاعبين هذه كرة للنادي الرياضي لحم الأنف فرصة واعدة لنسيم شاشية عدي بالحرة الأخيرة ولاعبو نادي حمام الأنف يطالبون أو الشبيبة القيروانية يطالبون بضربة جزاء في العملية الأخيرة هذا الفريوي يحيي صعود الكل في المدعمان للتسديدة أولى والثانية وأيمن دعماني طولة من جانب النادي الرياضي في حمام الأنف أو محرز بالراجح شوفوا كورة كيفاش رأسية عدات في نفذ الركلية رجعت جديد سابق النادي حمام الأنف دافيد ماسيفا يلعب مع فرج القيرماني مارسيلان كفو بدا بجدادين صفر مقابل صفر في ملعب بوعلي الحوار ترجع الكرة للنادي الرياضي لحمام الأنف يمشي الكرة دائما فرج القيرماني رجل القيرمين يدور بالكرة يبحث عن الحلول متوسطة للميدان الهجومي للنادي الرياضي لحمام الجسدين يدو في الجسدين يدو يخذ الكرة يمشي رجل القيرمين يلعب نفسه على العربية عبوزي القيرمين هذه الكرة والمخالفة المباشرة